قال الترك ان يصنعوا لنا المواد الاساسيه و كانت المسالك البوليه كل العالم اصلا ما كان في شيء تخصص في المسالك البوليه كان الجراحه هم اللي ماسكين المسالك هم اللي يسوون كل شيء فكتبوا هو تدرونين زمان الى ان طلع واحد من الحلال ماكس ميتسل من اوستريا لما اكتشف او لما اخترع السيستوسكوب ذاك الوقت السيرجن قال له ما قدرت احدد عن الحدث بس لازم في تخصص فلازم نشتغل احنا بطريقه تخصص بالمناظير بالذات عقبها بدا الاعتراف شوي شوي في تخصص شيء اسمه مسالك بوليه لان مع حضور الانسترومنت بين الشيء هذا ففي انجلترا لو لاحظت في امريكا ترى هذه كانت بالفورتيز established as a specific subspecialty. بعدين كملوا الناس الثانيه، احنا بالكويت هني بدايه شو بدينا في 1982 ليش؟ قبلها كان عندنا سيرجن صراحه فخورنا ترى لكن الكلام هذا لا يكتب لان هو على بال الجنرال سيرجن لما يسوي هو تيومر يعني انفليشن تيومر او يسوي نفرتومي ذيس سبارك اوف سيرجن لكن تعال قول له تعال سو مسألة كيو ار ما يقدر يسوي واتذكر سالفه هي احد المراكز الطبيه بالكويت ترى الكي سي سي سووا راديكال سيستكتومي ربعي اللي كانوا معاي يقولوا الكلام هذا وسووا راديكال سيستكتومي بروستاتكتومي غير قتل الدايركتورز ليه ذا رون ذا بيشنت ديفلوب يو لوك ستركتشر اند ذي سند ذا بيشنت تو اس تو ذا بارك هوسبيتال يا بولي يا شباب شو نسوي؟ قلت له كتب عليها بكل دي خبز الخوستية الرفلتي يعني you did something you deal with it رجعنا لو رجع عليهم من ذاك الوقت ما قاموا يسوون او سووا بعدين شوية بس ما كان يزول هذا الكومبليكيشن مالت الدنيا فلما نتكلم عن المسالك راح نتكلم نظريا اذا راح ندش بالالات نظريا هذه اول برزنتيشن صار بالكويت الاطفال الكويتيين ولا يهمون اخواني العرب او اخواني الثانيين لكن قاعد اتكلم عن تاريخ الكويت فلازم اتكلم عن الاطفال الكويتيين. هذه كان كارسينوما كوبر سيجلان كانت تسوى فيري فيري فاين بصراحه. I presented this في an eighth annual meeting of the European لكن ما ادري كم وصلوا مثلا من زمان حتى اذكر وقتها كان بروفيسور بلاندي كان قاعد هناك كل اللي محتاج يعرفون بلاندي من الكتاب قام وصفر قال لي انت الماني سوي مسلح لنا الماني ماني الماني ذكر في المانيا مشكور وكلام فعلا كانت حلوه عندي شرحتها على الكويت وهي الكويت ميديكال جورنال هذه اول بابليكيشن صحيح دكتور كويتي مره ثانيه قد يكونون سبقونا اخواننا الثانيين فيها وهذه مشروع في الثيرابي ووفر عباره عن تريتمنت رول تراك انفكشن وسيلاكتور كانت في 1988 اول مؤتمر حضرناه ككويتيين كان في جيرس في 89 يعني عقب ما تخلصت من المانيا وكان المؤتمر هذا اللي تلاقي اسم في الكويت حضر في مؤتمر دولي او عالمي. اول دكتور حصل على شهاده فول بورد سيرتيفايد فول بورد واز ان فبراير 1989 وهذه اول شهاده ان الكويت حصل على شهاده تخصص هذا اللي عندنا هني بعدين توسعت المسالك لما فتح الباب احنا اول ما حاولنا من لندن المانيا بعدين كان عندنا فرصه من انجلترا او كندا او امريكا انا صراحه كرواسيا بس الا اول حرماني ايش معنى؟ كان ذاك الوقت توها البي اس دبليو البي سي ان ال توها طالعه حتى امريكا يعني ما كانت بالكبر يعني حتى الفيروس كاسترو في اسبانيا لما طلع اليو ار اس ماله طلع بعدين ما طلع في امريكا فالفضل كله يرتب على الاوروبيين وعلى الاسبان هذا ذاك اللي كان بعدين هم بدعوا بعدين بالتالي توسعت المسالك عندنا ما شاء الله يعني الفرق قاموا يروحون المانيا وراحوا كندا وراحوا السعوديه وراحوا بريطانيا فزادت هذه المسالك لين توسع لان كانت المشكله الاساسيه اصلا عندنا احنا كان كل الشغل كان في مبارك، طيب ايش معنى مبارك؟ لان مبارك توزع تيتشن هوسبيتال الكويت عشان كذي اللغة اللي كان على الكويت 89 كان دكتور فوزي قبل محمد حبيب وهو ثالث راسي كان في مبارك طلع اشوق وراح الاميري فتوسع هذه اول خطوه في التوسع عندنا دكتور فوزي راح الاميري هناك سوينا وحده مسالك دوليه في الاميري فقل اللغة
على المسالك التيرتري هوسبيتال اللي التيرتري هوسبيتال او بالنسبه لحق ستودنت بالنسبه لحق ستودنت كان ضغط عليه هنا في المظاهر. توسعنا فعلا بدينا نفتح في الجهره الاعلام الفروانيه كل مستشفيات الكويت الصباح وحتى من الميليتري هوسبيتال كلهم ما شاء الله شبابنا كلهم طلعوا برا وجمعوا في هذا. هذه الرابطه مالتكم اعتز فيها وافتخر فيها. اقول ما رجعت انا للتسعه الماليه فكرت شلون الحين لازم نبني نكيان كمسالك اوليه عشان بس نطلع من قوقعه الجراحه العامه اللي يسوون شغلكم. لا نتوخر عنهم. ما عليك انا ابوز وغيرنا عانينا من الجراحه العامه. تفكيرهم تفكير القديم اللي يسوون الحاله. اذكر مره واحد من الزملاء احب يسوي لنا كان نفركتهم عندنا في مبارك جراح. فراح قال حق هذا الدكتور تعال اشتغل معاه، يوم قالوا لي قلت لهم اللي اشتغل معاه اكسر ايده، حرفيا اكسر ايده اللي اشتغل معاه. رحت حبيب الدكتور، قلت له دكتور سويت الراديكال نفرتوني بكره تلاقيني اسوي بريست كانسر، اسوي ثايرويد، اسوي غيره. انت سيرجن؟ انا سيرجن. دونت تاتش ماي كدني، اي ام نوت تاتش يور هيرن. ومن ذاك اليوم وقفوا دكتور فوزي عام، لان اكثر العقليات هناك انجليزيه عقليات عندنا كانت سويديه. يمكن معاه دكتور فوزي الى بعدين ويستابلش فاسس المسالك كلهم. فلما تاسست الرابطه حاولت اني اجمع كان عددنا بسيط يعني انا وفوزي وعيسى وابي ومحمد المشعان واحمد العواد ماجستير وكان معانا دكتور بس مثلا شوف هذا دكتور عادي ما والله اربع اعلامي هذا الوحيد اللي كان متخصص جراحه المسالك البوليه كان يشتغل في مستشفى الصباح كان محترم راقي واحنا قاعدين هناك فاساس وزع المناصب فقال لي انت الرئيس قلت له والله العين ما تعلى على حالك انت الرئيس اي بس هذه رابطه كويتيه قلت له والله انت دام انك انت اللي تدير في شيء انت تمسك الشيء هذا وفعلا خلينا الدكتور سلمان شرفي هو رئيس الرابطه الكويتيه لجراحه المسالك الدموية من الدكاتره اللي اذكرهم كانوا الدكتور احمد حطب anyway, الدكتور خليل سامي خليفه الله يرحمه هذول كانوا يشتغلون قبل في المسرح فلما سوينا الرابط بدينا احنا نتوسع بدينا نوصل المسالك خلاص يا جماعه فهموا ان المسالك صارت وحده روح طبعا ما زلنا تحت كلمه وحده وليس قسم وهذا اللي ادى بعدين بعد التحليل انه نروح نقابل وزير الصحه نطلب منه انه طيب ايش معنى احنا لا ايش معنى احنا ما ننفصل كل دول العالم يعني من الصومال لغايه ما ادري وين كلهم عندهم اقسام الا احنا من الكويت ما عندنا في بعض الدول الثانيه خاصه ان اعطيناها غلاء عمليه دلائل وقائع صحيات عمليات وكذا وكذا ما اعطى احد الوالد وبعدين لما طلعوا طبعا يعني حكومه الدول شباب قال لي اكتب عبد الله يعني باكر راح يطالبون الاندوكراين والجاسترو مش عارف ايش راح يطالبون باقسام تخيل ان شاء الله ايش علي من فيطالبون يا اخي نفسه احنا عطنا قسم احنا حالاتنا كيف حالات الجراحه الاحصائيه اللي راوتها الوزير كانت كالاتي حالات الجراحه كنا نسوي احنا 49% هم كانوا يسوون 51% بالعياده الخارجيه كنا نشوف 52% هم كانوا يشوفون 48% احصائيات وثقافه لها حق الوزير ما كان مقتنع سالت مره رئيس القسم عندنا قلت له متى والله تبي احنا تربونا تحت جناحكم؟ كان يقول لي لا تدري خليل احنا العظام طلعوا تجميل طلعوا ذاك الوقت ما باقي الا انت والباسكولر يعني والله اصير رئيس قسم شنو انا؟ طبعا رديت على المبالغ فخليها الى ان قمنا استقلينا بذاتنا كمسألة انا بفكرة الاساسيه عندي باسس المسألة فحاولنا قدر الامكان ان حتى ميزانيتنا تكون بروحها فلما نوقع الميزانيه نبي اجهزه كذا كذا رئيس القسم يوقع ايش ما كل اسوي مثلا صار جهاز كذي تعبان كان يوقع سكرتيره وقع الدكتور قال الدكتور شو وقعت؟ بس قال شيل الجهاز هذا مو زين والتوقيع مو زين قال شيل الحين انا اتوقع انا اشيل مسؤوليه الجهاز من الكاونتر سايد لا اسف فعلا ذاك الوقت لا كانوا مرون ولا شيء بل منعنا حتى الدكاتره ان يحضرون مع الجراحه سالفه الميتنج والمورتي والمورتاليتي وتر فحتى كتب لي مره دكتور احد
الدكتور ترى انتم 25 بالنسبه لحضوركم، انت غلطان، ترى الصفر حضورنا، وكل واحد لو غلط حضره. قال لي ليش ما تحضرون؟ قلت له يا اخي انا ما افهم الريكرنت هذا الجيل المنكتب. انت ما تفهم من يقول لك بيت ولا تبدا. صح؟ قال صح توقع عني. وفعلا ذاك اليوم ما كنا نحضر من المسالم. سوري مع الجراحه العامه. الهدف كله اني انا احاول ابتعد من المسالم عن الجراحه العامه. هذا الباطل الحمد لله ما شاء الله والشباب اللي وصلنا 15 شيء افتخر فيه. ليش كانوا السعوديين قبلنا هم اللي سووا الدكتور مؤخرا امانه. فقلت انا لا هذا حافز لنا ودنا نسوي انا اشتغلت وزي ما قررت اسوي مسوي بعد المؤتمرات وكلمنا اذكر في 89 كنت رايح عازم الدكتور سيد جعفر في الامارات حتى سيد جعفر في يذكرون دبي هوسبيتال فمسوي شيء اسمه فيرست بيلد روجي ميتنج رحت حضرت هناك مستانس اذكر كان منهم هناك اللي موجودين دكتور اسمه هذا مال البحرين شو اسمه عيسى امين كان موجود وكان مال السعوديه بعد موجود وكنا صراحه نخش لنا وكان موجود وقت الدكتور جورج فقالوا بعدين شو تكوننا احنا رابطه فقال لي دكتور مال الامارات قال لي سيد ليش ما تسوي دكتور تاخذ انت السكن؟ قلت له انا ما عندي مشكله وفعلا جورج ابونا قاعد الخلاوي اخذه قلت له والله عندي خبره عندي دكاتره عندي ناس ما عندي ستاف ما اعرف اسوي مؤتمر قال لي اقدر اساعدك جورج ابونا قلت له تعرفون هو ذا بيست لو انا مستانس ترانسفير كان الملعون صدام اسرع مني دخل الكويت قبلي ما سوى لي مؤتمر هذا راح علينا حساب سنة 94 كان في مؤتمر مال السوسايتي انترناشونال للهوية طبعا هذه الجمعية قبل الامريكان والهولندا تأسسها من 1901 من زمان وانا هناك قلنا برضه احنا بنطلع فرح من الكويت شلون؟ من شروطهم تدخل الفرح حقيقي لازم يكون عندك 40 يورولوجيست 40 ذاك الوقت احنا كنا كم كنا بعد وين تروح تمر فيها انا قلت لازم اطلع على شيء فعلا توبخت وسويت كتبت ورقه ما ادري شنو كيتش انا سويها حق الجمعيه العموميه مجلس الاداره كانت تطلع الموافقه الموافقه لها كانت 1994 قبل ما اطلع منهم عطونا اياها فصار في فرع للسعوديين في الاسر الاورولوجي عندنا بالكويت الارب اسوسيشن الاورولوجي طبعا هذه كلها لها علاقه بالكويت الكويت لازم انا اقول لكم انا جاني اتصال من تونس 92 على اساس ان نسوي الرابطه العربيه قلت اوكي بالعكس كانوا اعتقد من تونس من مصر من الاردن من لبنان اذا اذكر دكتور استاذ الكبير حسب العينين هو اكثر مني في السوالف هو يعرف انه كانوا من هناك حسب العينين العلم المصري او الهرم الرابع في مصر فلما دقوا علي تدرون كان وقتها في سياسه وكانوا في تونس من الكويت مع الملعون هناك فلما استأذنت السفارة وزارة الخارجية ولا مطر ممنوع تروح ليش ما شفت السياسة بالعلم؟ قال ما تروح لكن هو سياسة صراحة تحسن لأن راح من الكويت شرف نكون أعضاء مؤسسين في الرابطة العربية لكن بفضل الله أثبتنا جهودنا بعدين اشتغلنا معاهم وصلنا في مصر نائب الأمين العام الدكتور عادل رحمه الله هو بريزنت إلكت سلام الرئيس ف Two minutes. Because of short time. هذا ما نبيه اكيد هذا المؤتمرات
شباب في الحين تبيني اوقف كل يوم اوقف واحد. الفكره هذه ترى يا جماعه من زمان صار 2002 في ناس ما يعرفون هالمعلومه، حتى انا كنت مسميها بي جينيتو يورولوجي تراك بي موجود هي بوست جرادويت يورولوجي تريننج بروجرام، بس دخلت فيها المسائل شفت مسح لغايه 2005 جمعت انا تدريس في مصر والبورد السعوديه واوروبا امريكا كندا وقعدت اكتب قدمت احصائيه حق الوزير ايش كثر راح نوفر على الدوله من الفلوس اذا احنا سوينا البورد بالكويت هني السكرتي كم تاخذ الورقه اي فور كم كل شيء قدمت اول ورقه كالعاده بطل الدرج تغير الوضع هذا هني، بعدين بدينا نكمل وصراحة
يعني ولا يقولون بعض الربع اللي لا نعتقد ان الدكتور شوبير المسوي من اجدع الشباب اللي اشتغل لان راح يدرب في ايران لمده سنه وريال شاطر وقام يسوي كل شيء وبعدين ربع كله مسوي. البي سي جي اول ما اشتغلنا عليه قلت لهم حاولت اني اقنع عن الكي سي سي يا جماعه اخذوا الكي سي سي تعرفون يعني ثيرابي فور ذا انتر فور انترفازال انستليشن ما هو الكي سي سي يصير مكتوب عليه احنا قاعد نسوي في البيتا مايستر احنا في هذا يا ربي لا طيبين ابد ما اخذوا وقلنا نسوي الحاله تكلمت ربعي قلت لهم يا جماعه اي حاله في شغله الحكومه سي ار اس جريد 3 تيومر حولوه فعلا كنا نعطي احنا البي سي جي عندنا مبارك الى ان اخواننا نعطي الكي سي سي اقتنعوا في البي سي جي تو ريبليس البيتا مايستر هو الحاله. وعلى فكره اذكر الجمعه هذه يعني انا تواجهت نزلوني مريض من الكي سي سي ان في مريض عنده على طول ديسيوري سيفير ديسيوري وعنده استرايل بايوري واسترايل بايوري كلكم تاخذون وحده منهم قد تكون بلاد تيوب. فانا فكرت ان قد تكون هذه بعد البي سي جي ان قد يكون حصل تيوبركلوس ستايتس تدخل جنبه فاعطيته ريفامبسين اعطيته ريفامبسين 2 فورسز والحمد لله خلاص. اول يقول ده اللي اشتغلنا عليه شباب ماجستير. على فكره هني عندنا الدكتور طارق الشاذلي الله يمسيه بالخير سوى الفيرست سافل يور ريجوليشن بالكويت ما شاء الله شيء يفتخر فيه صراحه. انا من الكويت احنا بدنا نسوي شيء مثل هذا يعني احنا متاخرين في الجاك تكنولوجي هذا الرابع الجاكس سرعه من الحيان هو اللي بدا الجاك روجي وبعدين اللي خلع عبد الرحمن ناصر السعيد وهذه البنيه الحلوه تعرفونها كلكم دكتوره مريم مال الله الحمد لله الله يرحمها بالسلامه من اليوم اللي انت قاعده معنا الحمد لله على سلامتك مبارك مايات قاعد تشتغل. انا شخصيا كخليل العودي ما زلت مؤمن بعدم وجود دكتوره مسالك بوليه فيميل في المسعد تنصري بيزنطي كيف انا لا اؤمن ان المراه تدخل مسالك الا تدخل في بيدياتري كيرولوجي او يورو بايكولوجي. طبعا طلبوا مني بنات لما كنت انا قاعد هناك قلت لهم والله انا بس كنت بديش وبعدين طلعت لهم دخلوا سرقوا لكن نصيحتي لهم اذا بديشوا المسالك خلصوا الادلت كيرولوجي بعدين دشوا بيدياتري او يورو بايكولوجي. مجتمعنا بحاجه اليكم لانه مجتمعنا له عقليه معينه يا جماعه لحد يضحك لكن يعني تقول لي انا كان الدكتوره الالمانيه قاعده معانا والله كان الدكتوره الالمانيه يقول عليها شو دخل المانيا اللي حاطين الشعار فيها اللي مسكوك طبعا هذه سالفتها كلها عندنا احنا ودخلنا احنا جميع الاشياء اللي عندنا الفلكسيروسيس سكوب ما تاخرنا عنها. هذا الحين الشعب في الاسكاس كلكم تعرفونه هو اللي بدا يطلع لنا الرجل اليوروسكوب كان بدايه الرجل اليوروسكوب اساس بس شخص الحالات اللي باللور يوروسكوب طبعا مع الادفاستيك مع الاشياء اللي صارت بعدين عدلنا دخلنا الفلكسبل اليوروسكوب دخلنا بالستسكوب هذا مال بلد دخلنا باللابروسكوب. اللابروسكوب ما لها سالفه المهم انتم تحليل دكتور عبد الله الرهاني كان رئيس القسم الجراحه في الكوكب نعم فجمعنا انا والدكتور فوزي الاخر والدكتور عادل الفلاني قلنا ايش رايكم في سالفه ان استعمل الميكروسكوب انا سكت عندي قناعه معينه هذا اللي بقول ثاني فبالعكس الربع رحبوا كان ذاك الوقت اكثر شيء يدربون عليه الشباب اللي هو الميكروسكوب ريكوس الكتروني واللي انا قلت لهم من الاول لا حد يسوي هذا البروسيدر لان الريكارنس حيكون عالي الحين هو فوق الا اللي يسوونه ربع هابل بعض الاماكن مثل البيزات كيف لكن الميكروسكوب ريكوس الكتروني زبل 200 ممنوع يسوي له ريكارنس وايد فرحت انا الدكتور على اخواني يا جماعه احنا بدل ما نشتت افكار احنا ليش ما نخلي دكتور معين من امريكا وهو يشتغل لابروسكوب ثلاث سنين بعدين نسوي روتيشن واحد ثاني بالطريقه هذه لان عدد الحالات عندنا شويه كان صفوه كان صفوه صفين على الاثنين من وين الحالات هذه؟ ما عندي حالات يعني احنا في مبارك قبل كنا نسوي خمس حالات من هذا الفكتور طبعا يقول في السنه احنا ما كنا نسوي حالتين ربما الاستاكتومي باليوم فشنو احسن حل؟ ان ننزل الحالات كلها الى سنتر معين وتعلم
انا جاي طلع حي في الدوره في الدمام قال لي تعال بعد قال لي ضرب وحد شنو وليش؟ ما انا عندي حالات بسيطه بيجي واحد من برا متدرب اوريدي خالص جاهز يعني شرط ان احنا نحول الحاله فما رحت اني اتدرب لا على سكوب ولا على ريموت ليه انا احكي؟ لان حالات صغيره ولازم ما انت عندك تحسن براس الجمعه يا جماعه ما يصير تسوي لك حالتين ثلاث حالات بالسلم وتقول انا لا براستو بس على شنو؟ انت ما شفت الكومبليكيشنز مالتها ما شفت الكونفرت ليش ما تشتغل طبعا هذا الاخر هي جاد فادر مال المسالك مال الروبوت اللي انا اول عمليه اسويها الكويت على فكره عندنا خليت المعلومه هذه منهم دكتور سعيد دوسري الله يمسيه بالخير 2014 سوى اول حاله لف فاشل للفتوي هو من كندا فضاعه مشكله على الميكروسكوب على سؤال قال لك الحمد لله سوى اول حاله الارتفيشال سبيكتر عنده حلال انا قاعد امشي وكذلك بعد بسرعه واتكلم لان احنا فعلا في دوله الكويت الصغيره هذه دخلنا كل شيء يعني ما في سمعه برا الا دخل الكويت ما عندنا مشكله مو مثل مصر مصر دوله كبيره عظيمه عندها تخصصات عندها اشياء كثيره عندها مرض يعني دكتور حسن ابو العلي يحب كذا يسوي سيستم يسوي تي دي يسوي 15 حاله باليوم طيب ولا يسوي ما عندي يا صعيدي يقول لك انزل مصر اموت ولا الكويتي ياخذ يصير علاج بالخارج يسافر وانا والله صعب عندنا كن صريح معاكم وحطوا هذا الباطل خاصة أهل البورد سوينا كم حالة في بعد أول عن الصراحة ما في نتيجة وحيد ما نسيها هذا الستيسز يرفلس تقولون بس فكرة فعل الحالة الصعبة اللي كانت عندنا خاصة البوستير يرفل دائما كان طيب في الكيس اللي في الأيام قليلين بعد هذا العصبي إلى أن قام الدكتور فيصل هذا والله نسي بالخير هم حاضر ما زي حقه راح الهند وقعد سنه هنا وقام يشتغل على سالفه الهند يذكر الستركتشر وتشيز بدل من عند الدكتور واحد من السبيشالايز اني احب صباح النحل هذا اللي بدي فيه انا هذه الفكره ترى بدات في 1992 لما حسيت في يوم من الايام اني خلاص الى الحين عشان احد الطرق اني انا انحفظ المسالك غير اني افصلها افصلها معنويا وماديا معنويا لو قسم على الورق وماديا انحاش منهم اسوي مستشفى خاص حق روحنا في نفس الوقت لما يكون عندي انا سنتر يعني في رئيس قسم وليس رئيس وحده فكانك قاعد تفهم قانون تفهم الوزاره يسمونه رئيس قسم هذا رئيس وحده كلمته في وقت وزير عبد الوهاب الفوزان وهاب في رابع كوليج مع بعضي انت مستمر كيف تستانس رحب جدا مستانس بس قال لي شرط قال لي تجيب لي متبرع بالارض تجيب لي واحد يتبرع وانا انا ربع كلهم في الحكومه وين يجيب المتبرع؟ شوف انت وزير وانت الحكومه على كم حساب الحكومه انت وعندك كل وزاره الاوقاف عندها اراضي توزع حق الانسان قال ما يصير صراحه انكسر قلبي فكرتي الاساسيه كانت شنو؟ ان انا ابي دور ابي مركز تبعي واحد دور عيادات دور عمليات دور يورودايم دور لابروسكوب دور ريبو كنت راجع لهم رئيس الروتيشن رؤساء الوحدات اللي فيهم رئيس قسم ومدير لكن والفقره ربع فقره ولا يبدو ما يبدو الى ان قام هذا البطل دكتور فوزي قبل ما اتكلم بعد شوي عن السنتر مالك وما راح اقول كلامه في هذا الكلام هذا مركز صباح